متابعي الأوفياء، وصلنا لمدينة الدار البيضاء السبعة الصباح هذه وشي حاجة. ياك سمعتوني، جيت لكم من مدينة الرباط وجيت هنايا لكازا باش نقل لكم الأجواء ديال افتتاح ديال الجسر. نمشيو نشوفوا كيفاش داير الحلقة الأخيرة. غادي نضرب لكم واحد الدويرة هنايا المحطة الطرقية، في المحطة ديال هنايا، في المحطة ديال ديال الميناء قريبة للمرسى هادي. محطة كبيرة مجهزة، معدات آخر تكنولوجيا. نهبط لكم للتحت، نهبط لكم للتحت، نطلع لكم للفوق. خليكم معايا. غنفطروا فيها عاد نمشيو ان شاء الله. زوينة، فيها قهيوات وفيها محلات تجارية ديال التسوق. فيها دوز ايطاج للتحت، واحد ليطاج هو هذا، وعاد نهبطو عاوتاني مازال لتحت. شوف هنا هو، فيها ماكدونالدز لتحت هو. اي هي 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 ترى هادشي عاوتاني في شكالة. السنسور، ترى السنسور مازال هو ديال التحت. ايه باركينغ، باقي واحد شي حاجه لتحت. شوف باركينغ ديال الطوموبيلات مازال لتحت هنايا. شوف السنسور، الحمد لله. افتح يا سمسم، افتح يا سمسم. محطة الدار البيضاء الميناء. ها
عامل كي هوجو صحاب الطموبيلات شوم. هادو اللي كتشوفوا فيهم اخوتي راه ديال الطاقه الشمسيه فيها الازبال شو هي كيلوحو الزبل ومن هنا كيشارجيو التليفونات ديالنا ما هي اليو اس بي شو اليو اس بي كي الطاقه الشمسيه. الضوابة يا خوشي هنايا في المرسى هنايا جميل جدا. اجي عاوتاني نديكم من الباب الكبير برانسيبال شوفوا كيفاش داير. شنو هو هذا العجب؟ نطلع لكم ديريكت من هنايا ياك البرنس ومن البرنس غادي ناخذ الطاكسي من تما كاينه باش نطلعوا للسباته نشوفوا شنو كاين في هذاك السيكتور وخليكم معايا.